من جهته قال أسقف الجيزة الأنبا ثيودوسيوس إن زيارة المحافظ والوفد المرافق هي رسالة حب وطمأنة تدل على وحدة المصريين. بنعتز بهذه الزيارة وبنعتز بتهنئة معالي المحافظ ومعالي السيد المساعد، دي بتعمل بهجة وفرح وبتدي طمأنينة وأمان لكل شعب الجيزة إنه معالي المحافظ ومعالي السيد مدير الأمن هم حريصين وسهرانين على سعادة شعب الجيزة كله.